القدم يشعر بأنه مضطرا للرد على المنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا ربما ما راهيش بعض الانتقادات ساعات ما تكونش موضوعية. لماذا تروح ترد إذا كنت أنت مقتنع بأنك قمت بالواجب تاعك؟ هذا أولا. ثانيا هو البيان طويل جدا، طويل جدا في كرونولوجيا بلي ريفيرونس تاع الكوريسبوندونس، هذه سابقة أنك تفتح كل شيء وكأنك تقول الرأي العام أنا ما غلطش وكنت حاسس كوبابل، هذا ماهيش مليح، راك في لا ديفونسيف وكأنك كاين حاجة تخبيها، وكأنك تشعر في باطن نفسك وفي قارة نفسك أنك أخطأت في مرحلة ما واليوم راك تو جوستيفي تبرر. الاتحاد الجزائري لكرة القدم ختم في البيان تاعو يقول لم أتلقى وأرد على أصحاب لي ريزو سوسيو، يعني سيرتيرمون يحصل يشعر بالحرج فيزافي للرأي العام على أساس سمعنا بلي كاين من الجزائريين من يملكون دليلا قوين على أنه الحكم كاسامة تلقى رشوة، وقالوا أنه بعثنا الله في دراسه، ثم قالوا بعثنا الله فيفا، وكأنه الاتحاد الجزائري في ختام البيان حب يبرر الذمة تاعو ويقول أنا ما تلقيت حتى شيء، ما عنديش أن دوسي ليثبت أنه كاسامة سين كوروبي أو غير نزيه. هذا قال من قال هذا الكلام فلم يرسله لي، لم يرسل لي أي وثائق ولا أدلة تثبت أنه قصامة متورط، لذلك تحصيل حاصل أني ما نقدرش نقدم حاجة ما نملكهاش. بقاو في الإكسبليكاسيون تاع لا بروسيدور تاع واش داروا مع الفيفا واش رد لهم وما تبين يوم 6 ماي على أنه نهاية الملف، لكن في البيان الطويل حتى أقتصد يعني في الصوت في الصوت والجهد وأعتذر للسادة المشاهدين، ما لفت انتباهي أنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعترف بأنه قضى أو قضى على أحلامه في الحصول على قرار من لجنة الانضباط وكأنه أوقف الإجراءات قبل أن تنطلق. هذا واش قالوا في البيان تاعهم. يجب اليوم هما حبوا يبروا على أساس حبوا يروحوا لا كوميسيون دارفيتراج كوميسيون دي زاربيتر، قال لك حنا مدينا لو 30 شكوى لا فيفا بالحكم قاسامة ما اسموه اربيتراج سكوندالو، هذا هو هذه الكاليفيكاسيون اللي مدوها، ما قدروش يقولوا مالونيت، ما قدروش يقولوا كورومبي لانه ما عندهمش الدليل. وقالوا في نهايه الاخر ما عندناش الدليل، لم يتكلموا يعني لم يتكلموا في ريزوسيو ما يمثلوش الاتحاديه وما قدموا لنا حتى دليل. بعد ذلك واش قالوا؟ قالوا استعنا بخبره لاجونس ديكسبرتيز، قالوا هذه لاجونس اللي بريفي بيان سور خدمت مع لافيفا مع السيو مع الاتحاد الاوروبي لكره القدم، حبوا يعطوا لها القيمه والدافع والمصداقيه، وخلصت هذه اللجنه هذه لاجونس على انه كاين اربيتراج نورمال اربيتراج سوسبي اربيتراج انورمال، لحقوا في الوسط اربيتراج سوسبي عينوا اللقطات وقدروا باللي لقطه سليماني هدف شرعي ما حسبوش الحكم، لقطه ضربه جزاء ما راحش لافار باش يعطيها لنا، وهدف الاول تاع الكاميرون هدف من خطا. لكن السؤال هل الفيفا مضطره انه تاخذ يعني بكلام ولا بتقرير من اجونس بريفي؟ هنا ندخلوا يعني التقدير حسب قوانين الفيفا سي اللي يقيموا الحكام، ما تقدرش تقول انتيرس بيرسون تقيم اداء الحكام، اما تقول عندك دليل انه كورومبي مالونيت وإنما ما عندكش تروح لكوميسيون ديسيبلين. وباش نولي لجوهر الحديث، الاتحاد الجزائري لكره القدم يعترف في البيان، انا الامباساج صدمني صراحه، كاين لورغان جوريديكسيونيل اللي الهيئه القانونيه مثل المحكمه، مثل المحكمه الهيئه القانونيه اللي هو ان اورغان في نظر الفيفا ماشي كيما لا فيدراسيون دو فوتبول، اللي انديبوندون يعني عنده العهده من الجمعيه العامه. هذه الهيئه القانونيه للجنة الانضباط تصدر قرارات تصدر عقوبات، اما اللجان الدائمه لكوميسيون بيرمانونت فهي تتعامل معك على اساس مراسلات. لذلك انت لو حبينا اليوم نطعنوا في اي قرار صادر من الفيفا يجب ان نطعن في قرار صادر عن لجنه عن هيئه انضباطيه هيئه قانونيه مثل لجنه الانضباط، لا يمكن ان نطعن في مراسله نعطوا لها الانطباع لانه قرار صادر من لجنه دائمه، انها مراسله. الخطا تاع الاتحاديه في تقديري انها طلبت من الفيفا، يا اخي كان لو 20 راح يدرسوا القضيه لو 20 افريل، هي تقول لك حنا لو 30 دفعنا
لا روكيتانا لو 4 رفقناها بالخبره تاع لاجونس سبيسياليزي تاع مع لا فيفا لو 5 ردوا لنا لا فيفا قالوا لنا بلي بعثنا لا كوميسيون ديسيبلين لو 10 وهذا هو مربط الفرس لو 10 اون ا دوموندي لا فاف اون ا دوموندي بناء على دي كونسي جوريديك دو ريافيكتي لو دوسي الجيريان من لجنة الانضباط إلى لجنة الحكام وهذا هو الحق. مثلا أننا نروح لهيئة التحكيم الرياضية لأنه ما فيش قرار. قسم ما عندكش قرار أنت يعني الآن ما فيش إمكانية أنك تروح لجنة التحكيم الرياضية باش تطلع لي أنه ما نحكيش قرار هذا هو لا يمكن اليوم بناء على بيان الفاف أنه طلبت يعني نزع الملف من هيئة انضباط هيئة قانونية اللي في النهاية ما خلتهاش تدرس وتصدر قرار اللي باش تطلع فيه يعني ما تقدرش ما كاش بتقدرش تبوزي لي فادي ركور تروح المملكة للركور تطلع فيه يقول لك ما عندكش قرار بضل. تروح للطاس يقول ما عندكش قرار الشيء اللي حسب اعتقادي ما باش نقولني على صواب ولا على خطأ انه نروحوا مباراة فورس مع فيفا فيها لي ريسك انه نروحوا لقسم النزاهة ونتهموا لجنة التحكيم على أنها متواطئة مع الحكام الحكم قسامة وحكام الفار واني بعض النزام في فيفا سيارة. تفتح جبهة سيارة وتقول ما حبوش يقولوا لنا واش دار من حديث وما عندهم حاجة يخبيوها لأنه الحكم هذا غير نزيه وعندنا قناعة من هذه تتهم لا فيفا ديريكتومون لأنه ما حبوش يعطيهم يسمعوا والصلاة في لافار مي هذا سي تاريس انورم تروح قسم النزاهة تتهم يعني فيفا انك تدخل في سيارة مع هيئة كروية الأولى في فيفا على أنها دارت من أربيت مالونات وعندهم القلاب لي مالونات وما حبوش يفتحوا لهم لابوطون وور باش يبروفيب لي مالونات هذا واش تقدر دير لا روتيان هذا واش تقدر دير مي سي تاريسك بور لالجيري حاولت الفاف انها توجه الراي العام للطريقه الصواب بعيد على ما يقال هنا وهناك في مواقع التواصل الاجتماعي وما يفهم منه انه ملف الجزائر عند على مستوى الفيفا ما زال فيه أمل على الأقل لدى القائمين على شؤون الاتحاد الجزائري الكرة.